سلام الله عليكم مشاهدينا في لعبة الأمم، تسع مرات حاولوا اغتياله وفشلوا، وفي المرة العاشرة اشتبك معهم وأثناء حصاره أرسل وصيته بصوته، فكان إبراهيم النابلسي قائداً في حياته واستشهاده، فهو النموذج في المواجهة. أحبك كثير، أنا استشهدت يا شباب، أنا بحب أحب على البطن من بعدي، وبوصيكم يا كريات ما حدا البارودة. شرف انا هنا ورايح استشهد البارودة هي المقياس ونهجه مع رفاقه في كتائب شهداء الأقصى وكتيبة نابلس وكتيبة جنين هي كتائب وليدة متحدية في الضفة الغربية المحتلة تواجه وتصد الاعتداءات المتواصلة والاقتحامات المستمرة ويحاول الاحتلال وأدها وتفكيك خلاياها الوطنيه بالاغتيال او الاعتقال. اما في غزه فوجه عدوانه بالقتل فكان الردع حاضرا. وفي مقابل التهديدات باغتيال قاده المقاومه الفلسطينيه خارج الارض المحتله، هدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالرد والعقاب اذا اعتدى الاحتلال على اي انسان داخل الاراضي اللبنانيه. سمعنا في الايام الماضيه انهم قد انهم يخططون لاغتيال قاده في الجهاد الاسلامي او في حماس او في الفصائل الفلسطينيه في خارج فلسطين المحتله ومنها لبنان في يوم عاشوراء نقول لهذا العدو ان اي اعتداء على اي انسان في لبنان على اي انسان في لبنان لن يبقى بدون عقاب ولن يبقى بدون رد وأمام تعدد الساحات تتوحد الجبهات في المواجهة مع الاحتلال والأسئلة كثيرة حول التصعيد الإسرائيلي ميدانيا فماذا في الأسباب والتبعات وماذا عن آليات المواجهة والتصدي وماذا في جعبة الفصائل الفلسطينية وهل يمكن التوافق على استراتيجية المقاومة مشاهدينا في لعبة الأمم لهذا الأسبوع معنا من طول كرمة السياسي الفلسطيني حسن خريشة وفي القدس المحتلة المختص في الشؤون الإسرائيلية في راسياغي هنا في الاستوديو رئيس مركز باحث الدراسات الفلسطينية والاستراتيجية الدكتور يوسف نصر الله حياكم الله ضيوفنا جميعا دكتور اسمح لي أبدأ معك من هنا في الاستوديو في محاولة خلال هذه الساعة لتقييم كل ما شهدناه خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بناء على المواقف التي سمعناها في المقدمه والتي سمعناها خلال العدوان وبعده. الموقف كيف يمكن تقييمه الان؟ فلسطينيا ولدى حلفاء المقاومه الفلسطينيه ايضا. نحن اين الان في الصراع مع اسرائيل؟ اول شيء بدي اوجه تحيه لك حياك الله اود ان اوجه تحيه اكبار يعني من هذا المنبر الكريم. للشعب الفلسطيني لتضحياته لشهدائه الأبرار لجرحاه لصمود أهلنا في غزة وفي كل كرة ومدن الداخل فلسطين المحتلة سيما الضفة الغربية خلينا نحدد أول شيء أن ما يجري اليوم في فلسطين هو امتداد للمعركة المفتوحة والمستمرة بين الكيان الإسرائيلي الغاصب من جهة وبين الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية وهو محك تاسيسي جديد في سياق مقاومه الاحتلال، يعني ما بعده خلاف ما قبله بالضروره. لناحيه امتلاك المقاومه لزمام المبادره ولناحيه قدره المقاومه على تجاوز الخطوط الحمر والضغوط السياسيه والدوليه، ولناحيه قدره المقاومه على منع العدو الاسرائيلي من التغول على الشعب الفلسطيني واستضعافه. ولناحيه قدره المقاومه ايضا على الرد والمواجهه بالكيفيه التي تراها مناسبه وبالطريقه م. التي تحددها هي ايا تكن المخاطر والتحديات والاثمان والاكلاف. م. الحقيقه ما يجري في فلسطين يضع بالبدايه كل فصائل المقاومه الفلسطينيه امام اختبار جدي يتصل بامرين بكيفيه تدفيع الاسرائيلي كلفه عاليه لا يعني تتجاوز قدرته على التحمل يعني بما يحول دون استسهاله مجددا الإقدام على أعمال عدوانية مماثلة لأن أي رد محدود يعني بالمقدور احتوائه من شأنه أن يجرئ تل أبيب أن يفتح شهيته على جرائم جديدة أن يشجع على استنساخ سيناريو الإغتيال الأمني وتعميم إسقاطه في ساحات أخرى وفي وعلى قادة آخرين وايضا كل فصائل المقاومه الفلسطينيه اليوم معنيه بمعزل عن حسبه كل طرف من هذه الاطراف، هي معنيه بالدخول على خط المواجهه القائمه اليوم، بما يحول دون قدره العدو الاسرائيلي على الاستفراد باي فصيل من الفصائل، وبما يحول دون قدره العدو الاسرائيلي على اعاده تفريد الساحات وفصلها، وبالتالي تمكن فصائل المقاومه من تثبيت نتائج ومعادلات معركه سيف القدس، وإفشال كل محاولات الابتزاز والإخضاع والضغوط التي مورست من سنه وكم شهر يعني من تاريخ انتهاء معركة سيف القدس وبالجي من قبل أطراف عربيه وغير عربيه م. لقضم نتائج هذه المعركه ولي آه بس بس دكتور لم تنجح إسرائيل في ذلك؟ بس لكن ما في نجاح نسبي لإسرائيل؟ هلا بقول أنا وين النجاح ووين المخاطر؟ آه لقضم نتائج هذه المعركه ولافراغ مضمون النصر الذي تحقق من مضمون يعني من المضمون الحقيقي من المحتوى الحقيقي خاصة ما يتصل بتضامن الساحات الفلسطينية وتكافلها وترابطها ووحدتها لأن هذه يعني خليني أقول أن معركة وحدة الساحات التي خاضتها حركة الجهاد مؤخراً وهنا العنوان يدل على مضمون المعركة لقد أسهمت وأدت دوراً فاعلاً في تثبيت نتائج وحدة الساحات, الساحات الفلسطينية وترابط الساحات. سأتحدث عن مفهوم وحدة بس. الساحات بس. بالضبط ميدانيا وسياسيا. لكن أريد أن نتحدث دكتور قبل أن أنتقل لضيوف الآخرين. إسرائيل في معادلة سيف القدس هي معادلة جديدة متفقين لا. على ذلك. لا. معادلة فرضتها المقاومة بالدم والمعاناة وإلى آخره. لكن لكن بعد سيف القدس بعام. إسرائيل ألم تتخلص من مفاعيل سيف القدس في أكثر من محطة وأكثر من استحقاق؟ أبدا أبدا حاولت التخلص وحاولت تمييع ما أنجزته معركة سيف القدس من منجزات فرضها الميدان مفاعيل الميدان فرضت هذه المعادلات من دون أن أن يصار إلى إقرار إسرائيلي رسمي بهذه المعادلات كي لا تظهر إسرائيل بمظهر الضعف بس اللي أنا عم أقوله أنه ربط الساحات الفلسطينية هذا ما يقلق الإسرائيلي الآن وما زال يقلق الإسرائيلي الآن ويشكل تحدي كبير له لناحيتين لناحية أن هذه المعادلة أعادت ربط ووصل ما كان اتفاق أصل المشؤوم قد فككه وجزأه ولناحية أن هذه هذه المعادلة الجديدة تؤكد منطق المقاومة واقتدار العسكري ودور الحماية لحماية الفلسطينيين في في يعني في أي مكان كانوا. نقول ما نجد ترجماته الآن أن المقاومة الفلسطينية تقدم نفسها الآن وهي معنية الآن بالدفاع عن أي فلسطيني في أي ساحة من ساحات الداخل الفلسطيني المحتل وهي معنية أيضا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن مصالح الشعب الفلسطيني عن أهدافه عن رؤاه عن تطلعاته عن كل ما يصبو إليه طيب أستاذ حسن خريشة حياك الله أسعد الله أوقاتك ومباشرة عندما يعني انتهت تقريبا الأعمال العسكريه والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وتم وقف اطلاق نار والى اخره المعركه في غزه الاخيره استاذ حسن في ميزان الربح والخساره كيف يمكن تقييمها في في هيك بشكل مكثف يعني اولا دعنا نترحم على ارواح الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى والسلام سلامه لغزه ولاهل غزه وايضا للضفه الغربيه ولاهل نابلس جميعا هذا اولا انا بعتقد في مقياس لا يمكن لا نستطيع ان نتحدث عن مقياس ربح وخساره هنا. هنا المعيار الاول انه ما هناك في اشتباك مع الاحتلال فهذا يعني يوصل رسالة ان القضيه الفلسطينيه ما زالت حيه. هذا اولا. ثانيا هذا العدوان المبيت على قطاع غزه على تحديدا حركه الجهاد الاسلامي واهلنا في غزه هو عدوان كان مبيت مخطط له عينهم على غزه على الجهاد الاسلامي لكن عينهم الاخري علي ايران وحزب الله تحديدا وبالتالي هذه الرسائل التي ارادوا ان يرسلوها بالاضافه لاستخدام وسائل اعلامهم المكثف مدعومه وسائل اعلام ايضا غربيه وامريكيه لتقول لمحاولة شق الصف المقاوم المقاوم في المقاومة في فلسطين من خلال ادعاءات كثيرة أن هذه الحرب موجهة فقط هذا العدوان ضد الجهاد الإسلامي في حين ندرك تماما جميعا أن الحاضنة الوطنية للمقاومة موجودة في قطاع غزة وأن كل قوى المقاومة اشتركت بنسب مختلفة وبمعايير مختلفة لأنه إحنا هنا في فلسطين نؤمن أو خلينا نقول نؤكد على ثقتنا العالية بالمقاومه وقياده هذه المقاومه بكل فصائلها وتنوعها هذا اولا. المعيار الاخر عندما نتحدث عن هذا العدوان ضد غزه هو عدوان بالاساس ضد جنين وهو عدوان ضد نابلس على اعتبار وضد ايضا القدس بشكل خاص. عندما نتحدث عن هذا الموضوع انا أعتقد الهدف منه الاساس هو تفكيك بنى عسكريه ميدانيه قد انشات في الضفه الغربيه سواء كانت في جنين او في نابلس من خلال هذا الذي اعلن عنه جيش نابلس وجيش جنين وبالتالي هم ارادوا ضرب وتوجيه رساله انه العمل او خلينا نقول وحده الساحات في الارض الفلسطينيه سواء كان في غزه او في الضفه الغربيه في في جنين او في نابلس ممنوعه وبالتالي هم لا ي... هم يريدوا ضرب المقاومه بالاساس في الضفة الغربية لمنع تعويم هذه المقاومة وتحولها إلى انتفاضة مسلحة بالطريقة طيب أستاذ حسن أستاذ حسن في في موضوع المقاومة الكل مع المقاومة ونقف وراء كل مقاوم أي كان اتجاهه إلى آخره لكن نريد فعلا نتائج هذه المعركة أن نشير إليها هي جولة نار حصلت الإسرائيليين سجلوا نقاط في هذه في هذه المعركة المقاومة سج ثبتت معادلة في هذه المعركة اهتزت المعادلة معادلة سيف القدس في هذه المعركة المعركة أوقفت بتوقيت صحيح بغير صحيح يعني نريد أن نقيم بشكل موضوعي ما جرى بالنسبة للمقاومة كل آياتنا مع المقاومة حتى آخر نفس لكن نريد أن نقيم فعلا ما جرى وأن يعني يستمع الرأي العام لوجهات نظر متخصصين وباحثين ومطلعين لنحدد بالضبط نقاط القوه ونقاط الضعف والمشاكل والثغرات حتى يتم يعني النظر اليها تلافيها فيما بعد الاطلاع عليها هكذا يعني اولا بهذا المعيار انا بعتقد دوله الاحتلال م. والثلاثي جانس لبيد بنت قد استفادوا باصوات انتخابيه اضيفت إليهم هذا اولا باعتبار أن الدم الفلسطيني كان دائما يستخدم بجولات انتخابية استخدمها نتنياهو قبل ذلك واستخدمها بيرس ويستخدمها كل الساسة ساسة العدو الصهيوني هذا جانب الجانب الآخر أنا أعتقد أنه المرة هاي تم استطاع الاحتلال وشركاء هذا الاحتلال والحلف المعادي للقضية الفلسطينية في تحييد سواء كان تحييد العالم العربي للأسف شديد وتحييد حتى جماهير أمتنا العربية م. لأنه لم نرى إلا مظاهرة واحدة يتيمة خرجت في عمان م. وباقي العواصم العربية كانت هادئة ولعبت دورا للأسف دور الوسيط في حين الفلسطيني لا يقبل من أحد عربيا أن يكون له دور وسيط هو دور مشارك ومساند للقضية الفلسطينية م. هذا على صعيد الصهيوني بالإضافة أيضا يعني اخذت مواقف من دول كثيره ما يسمى بالمجتمع الدولي سواء كان الاوروبيين او الامريكان انهم يعني يدافعوا عن انفسهم ومن حقهم ان يقتلوا الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا امر حسن بالنسبه للاسرائيليين بالنسبه لنا نحن الفلسطينيين للاسف الشديد يعني أقول صحيح سقط شهداء لدينا وتحديدا يعني العمليه عندما وجهت بالاساس استطاعوا اغتيال الشهداء الجعبري ومنصور وهذا خساره كبيره للشعب الفلسطيني لكن حقيقه نحن انجزنا انجاز انه الشعب الفلسطيني توحد خلف هذه المقاومه نعم. بغض النظر عن حجم المشاركات وحجم خلينا نقول تظاهرات التي والتعاطف الذي جرى لكن بالمناسبه ايضا يعني فشلوا في شك صف المقاومه بالرغم من كل الادعاءات التي قيلت من قبل الاحتلال واضح. الجانب الثالث اثبتت ان لدى المقاومه حركه الجهاد الاسلامي هي حركه رقم اثنين في الساحة الفلسطينيه من حيث التجهيز والاعداد م. وتراكم القوه استطاعت ان تصل بصواريخها الى كل مدن يعني من نتائج هذه المعركه كذلك استاذ حسن صعود صعود نجم حركه الجهاد الاسلامي نعم في نقله نوعيه في قرارها السياسي والعسكري وادائها الميداني وكانت هذا هو الاهم بالانجاز م. نعم كانت, يعني كانت تعتبر, تعتبر حركه الجهاد الاسلامي الان م. تتصدر المشهد الفلسطيني م. بل المشهد العربي لانه يعني اعتبرت هذه المنازلة منازلة يعني نوع من من التجربة لقدرات وامكانات والقرار السياسي ايضا مستقل لحركة الجهاد الجهاد الاسلامي، ايضا يعني هذه نتائج المعركة اسمح لي اسمح لي لانه اطلنا على الاستاذ فراس ياغي واعود اليك استاذ حسن. استاذ فراس ياغي اولا موضوع الانتخابات في اسرائيل يقولون بان في اسرائيل وفي عواصم غربية وهذا الكلام كتب ايضا يقولون بانه قطاع غزة هو كيس ملاكمه للحكومات الاسرائيليه وللاحزاب الاسرائيليه التي ترشح للانتخابات بان تقترب الانتخابات حتى اصبح تقليدا لدى اغلب الحكومات الاسرائيليه والاحزاب الاسرائيليه التي تسعى للفوز في مقاعد الكنيست وبالتالي تشكيل الحكومه بالذهاب لاعتداء على غزه، هنا يتم الحديث عن معادلات ومحاوله اسرائيل تغييرها او تعديلها او حتى المقاومه الفلسطينيه تثبيتها يصبح امرا هامشيا انما الامر الاساسي ان هذا تقليد اسرائيلي تقوم به الحكومات الاسرائيليه عاده من اجل اصوات انتخابيه وهذا ما حققته الحكومه الحاليه. مساء الخير لك خير. اخي كمال وللاخ يوسف وللصديق العزيز حسن م. خريشي. اود ان اشير الى ان الموضوع ليس فقط موضوع انتخابي، يعني هي ارتبطت المساله بالانتخابات في جانب اسرائيل وايضا ارتبطت بقرارات من المؤسسه العسكريه والامنيه الاسرائيليه التي تريد احداث تغيير في ميزان الردع في مع قطاع غزه ومع قوى المقاومه خاصه بعد معركه سيف القدس لانها تريد ان تنهي نتائج معركه سيف القدس وانا شخصيا اعتقد انها نجحت الى حد ما في هذه المساله لانها لاسباب عده اولها ان المقاومه هددت بضرب إسرائيل في حالة مسيرة الأنوار ومسيرة الأعلام ومشت مسيرة الأعلام ولم يتحرك جانبا وبالتالي كانت تضرب غزة وعيونها على الضفة الغربية والقدس <applause> لابيد وغانتس أرادوا بهذه العملية أن يؤكدوا أنهم بخلاف نتنياهو نتنياهو عمل تفاهمات ومن ضمن هذه التفاهمات أن لا يكون هناك اغتيالات والرأي العام الإسرائيلي الذهب إلى اليمين دائما وفيها خاصة في هذه الانتخابات اتهم لابيد بأنه ضعيف ولا يوجد لديه خلفية عسكرية وبالتالي يريد لابيد وكانت أن يثبتوا للرأي العام الإسرائيلي أنهم الأجدر والأقوى من نتنياهو وأنهم قادرين على ضرب المقاومة الفلسطينية وعلى تغيير موازين متعددة في العلاقة ما بين المقاومة وبين إسرائيل أه. نجحوا نجحوا بانهم زادوا وفق استطلاعات الراي عدد مقاعدهم على حساب الدم الفلسطيني بثلاث مقاعد لكنهم فشلوا في تحقيق ميزان ردع والدليل على ذلك ان الجهاد الاسلامي لوحده قام بقصف المدن الاسرائيليه من تل ابيب الى غلاف غزه الى نتانيا باكثر من ألف صاروخ بل في بل في ساعه واحده مئة صاروخ اطلقها علي الغلاف المساله ليست تتعلق فقط بالخسائر المساله تتعلق لكن هون التوم... استاذ فراس من الانجازات الا يعتبر مساله تحييد حركه حماس كذلك عن المشاركه انجاز إسرائيل، الا يحسب هذا انجاز اسرائيلي يعني في شعار او في استراتيجيه رفعت وهي عقلنه حماس عقلنه حركه حماس وهي استراتيجيه لا تعمل عليها اسرائيل تعمل عليها ايضا جهات اوروبيه الولايات المتحده الامريكيه وجهات عربيه وجهات في الاقليم هذا ليس سرا الا تعتقد انه الاسرائيليين لمسوا لاول مره ربما نتائج استراتيجيه عقلنه او يعني ما بدنا نقول كلمه تدجين لكن خلينا نقول عقلنه حركه حماس ومحاوله ضبط ادائها، الا الا تعتبر ذلك ايضا من انجازات اسرائيل؟ يعني انا كنت اود ان اشير الى هذه المساله في اثناء شرحي للموضوع خاصه ان وجود قيادات سياسيه في بلدان مرتبطه بالناتو مرتبطه بامريكا تؤثر وبالتالي هذه جزء يؤثر على طبيعه القرار الذي يمكن ان تتخذه حركه حماس ولكن هناك مسألة مهمة وأساسية أن إسرائيل كانت دائما تتهم حركة حماس بأن في طلقة تخرج من غزة فإسرائيل تقوم بضرب المنشآت المدنية والمواقع العسكرية لحركة حماس لأنها تريد أن تقول أن حماس هي المسؤولة عن قطاع غزة كاملة وهو وهي المسؤولة لتكون حارسا على السلك أو على الحائط في غزة هذه المرة إسرائيل ضربت الجهاد ولم تتوجه بضرب البنى المؤسساتية م. لحكومة حماس في داخل غزة لأنها لا تريد أن يدخل القسام في معركة مع إسرائيل أعتقد أن هناك تنسيق كان بين الجهاد وبين حماس وهناك اتفاقات داخلية ولا أعتقد أنهم استطاعوا تدجين حركة حماس حماس بعدم دخولها للمعركة جنبت ويلات كثيره في داخل جنبت أسف... قطاع تدمير قطاع, نعم. جنبت نعم. قطاع المجازة قطاع غزه يعني تعتبر نعم. ذلك تكتيك نعم. فلسطيني وليس ناجح وذكي وليس انجازا اسرائيليا وهذا تحدث عنه الامين العام للجهاد الاسلامي الاخ ابو طارق عندما اشاد بالجميع وكان خطابه وطني ولم يتهم احدا الاعلام الاسرائيلي والذباب الالكتروني والمحاولات لخلق الفتنه ما بين الجهاد وحماس فشلت لان السوشيال ميديا حاول ان يشير الى ذلك ولكن القياده في قياده المقاومه والغرفه المشتركه كانت تقص... تنسق فيما بينها حتى ان بعض الاعلاميين الاسرائيليين قالوا بموقفنا هذا وضعنا حماس خلف الجهاد ويدعم الجهاد ويقدم للجهاد عمليه لوجستيه ما اود ان اقوله ان اسرائيل بعمليتها العسكريه هذه أوجدت نقطة جوهرية وأساسية أنه يعني لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون هناك اغتيال ولا يكون ردا عليه، الجهاد الإسلامي لم يعتدي على إسرائيل، أول مرة يكون عدوان على غزة باسم النوايا، لماذا لماذا هناك عدوان على غزة؟ لأن هناك نوايا لدى الجهاد الإسلامي للقيام بعمليات ضد الجيش الإسرائيلي، ولأول مرة أيضاً نرى أن لا وجود لأهداف واضحة لم تطرح اسرائيل اهداف واضحه لكن أز... استاذ ياغي وان طولت معك شوي بس باختصار الله يخليك، أه 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 وعذرا لاني عم بطلب الاختصار، بس في نقطة مهمة لأنه في البعض في سيناريوهات أشارت انه اغتيال بسام عفوا اعتقال بسام السعدي وتصويره بهذه الطريقة كان سيناريو إسرائيلي منذ البداية لتصوير السعدي واستفزاز الجهاد وجرها للرد لحصول ما حصل، بمعنى انه اسرائيل من مهدت لحصول للعدوان ولرد حركه الجهاد يعني رسم السيناريو بدا او الطعم بدا من اعتقال السعدي لانه اسرائيل تخطط لعدوان على غزه وتريد تريد مبرر لذلك هو سيناريو معد ومخطط من قبل القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية والتقط القيادة الأمنية والسياسية القيادة السياسية تريد أن تجني وتحصد مقاعد في الكنيسة والمؤسسة الأمنية والعسكرية تريد أن تغير موازين القوى في العلاقة ما بين أو ميزان الردع ما بين المقاومة في غزة وما بين إسرائيل وحصلت على ضوء أخضر أمريكي يعني رأينا أنهم يضربون الجهاد وغانتس يتصل على وزير الدفاع الامريكي وحاصل على ضوء اخضر ضمن هذا النطاق وهذا يعني ان هناك دعم غربي وامريكي للابيد وجانس م. لانهم يريدونهم ان يفوزوا بالانتخابات ولا يريدون نتنياهو ويرون فوز نتنياهو فوز لابيد وجانس عبر الدم الفلسطيني. استاذ فراس اسمح لي اعود الى هنا الى إيه الاستوديو إيه إيه دكتور يوسف نصر عندك تعليق على ما سمعناه اول شيء بشكل مختصر بدي اضيف يعني. للي تفضل استاذنا العزيز قراءه الخلفيه يعني خلفيه السلوك العدواني الاسرائيلي الاخير واكيد كل السلوك الاسرائيلي هو سلوك عدواني ولكن عم نحاول نوصف فهم او نفهم تطورات الأخيرة. الاخيره تماما ينضاف الى يعني بالخلفيه في خلفيه مركبه من جمله اعتبارات منها الاعتبار الانتخابي اللي اشار له استاذنا العزيز يعني حرص رئيس الحكومة ووزير الأمن على الظهور على تبديد صورة الضعف التي لازمتهما مؤخرا وعلى تقديم نفس كقائدين يمتلكان القدرة على المبادرة العملياتية وعلى الذهاب بعيدا في خيارات متطرفة هذا أفاض في الأستاذ العزيز ولكن في اعتبارين آخرين اعتبار مهني واعتبار سياسي الاعتبار المهني يعني يرتبط بثلاث أشياء تحديدا الشغله الاولى هي الخشيه أبيب المتزايده من تاكل ردعها ومن اكتشاف وادراك قدرتها يعني حدود قدرتها وحدود الفعل لديها والقوه لديها ولا سيما ان هذه يعني هذا ما اكده وما عززه هو اهتزاز صوره الجيش الاسرائيلي مؤخرا في جنين والاسوا لديها هو ادراك المقاومه لحدود هذه القوه ولحدود هذه القدره هذا اعتبار الأمر الثاني هو حالة الهلع التي أصابت المستوطنين في غلاف غزة وشعور بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على توفير الأمن والحماية لهم وأن كل الإجراءات التي اتخذها هذا الجيش ربطا بالتهديدات التي أطلقتها حركة الجهاد بعد اعتقال الشيخ بسام السعدي إنما أدخلتهم فيما يشبه الحصار الذاتي يعني بدل أن تحررون بدوا يعني هن كحبيسي اقفاص او قيود واجراءات قام بها هذا الجيش لكن لكن الاسرائيليين لأ... يفتخروا دكتور يوسف الان قادة اسرائيل بانه لا يوجد جرحى لا يوجد قتلى في في بمعزر. المعركه بال... الاخيره يعني يعتبروا ذلك انجاز تمام بس لاقول انا الاعتبار الذي حرض ودفع الاسرائيلي الى هذه المغامره العدوانيه وهذا الفعل الابتدائي اللي تفضل في الاستاذ العزيز الامر الثالث انت بالمقدمه اشرت الى كتيبه جنين هذه الكتيبة التي تحولت إلى أنموذج يحتزى في قلق إسرائيلي متزايد منها هذه الكتيبة التي تحولت إلى أنموذج يحتزى يعمم هو موضع يعني استلهام من قبل الشباب الفلسطيني على امتداد قرى ومدن الداخل الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية يعني هذه الكتيبة تتمدد الآن في عنا كتيبة نابلس في عنا كتيبة رام الله كتيبة طولكرم كتيبة الخليل وهذه الكتيبة أهميتها أن الشباب اللي فيها هم عابري للحساسيات الفصائلية هم عابري للاختلافات الإيديولوجية صحيح وهني قادرين على مشاغلة الإسرائيل اليوم على استهداف نقاط إسرائيلية وعلى التصدي للاعتداءات الإسرائيلية الاعتبار الثالث للخلفية لكمل هذه الفكرة طبعا. هو الاعتبار السياسي يعني اسرائيل سعي اسرائيلي الى الاطاحه بكل منجزات ومعادلات ونتائج التي ارستها معركه سيف القدس والتي بدا انها منحت المقاومه الفلسطينيه القدره على تبني استراتيجيه مزدوجه من جهه تتكفل بضمان الهدوء والاستقرار الامني في قطاع غزه ومن جهه ثانيه تسمح للفصائل الفلسطينيه بارساء وتشييد بنى تحتية مقاومة في الضفة الغربية وإدامة الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي خارج حدود قطاع غزة يعني المحكوم الآن بتفاهمات وموجبات التهدئة ومشاكل ذلك أنا عم أقول جميع هذه الاعتبارات شكلت الدافع الذي حرض الإسرائيلي على القيام بهذه المغامرة العدوانية مع محاذرة وهم حرصوا على عدم انزلاق يعني عزم تورط حماس في او يعني دفع حماس الي التورط في هذه الحرب مع محاذرته ان يؤدي هذا التصعيد الي حرب كبيره شامله هي لغير مصلحته بالضروره ومع مصلحته بان لا يطيح بالتهدئه مع قطاع غزه لانها لان انشغاله في قطاع غزه من شانه ان يصرف النظر عن التهديد المتنامي على الجبهه الشماليه والذي يعتبره التهديد الاخطر والاعظم على سنتحدث عن الجبهه الشماليه دكتور يوسف معك بعد الفاصل وايضا تهديد الامين العام لحزب الله سماحه السيد حسن نصر الله بعد الاعلان الاسرائيلي بعوده الاغتيالات للقاده الفلسطينيين تحذير الامين العام اعتبر في اسرائيل ولدي كثير من المراقبين ايضا بانه يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع مع الاسرائيليين سنتحدث عن ذلك سنتحدث عن مفهوم وحدة الساحات ميدانيا سياسيا واستراتيجيا لكن بعد فاصل قصير تحيه من جديد مشاهدينا في لعبه الامم نتحدث فيها عن الفتره السابقه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه كتاب المقاومه واستشهاد القاده قاده الكتائب في في الضفه الغربيه كذلك موضوع وحده الساحات والحلفاء ايضا في الاقليم او حلف المقاومه في الاقليم كيف يتصرف في هذه الاثناء دكتور يوسف اريد ان اعود اليك بمفهوم وحده الساحات حتى لا يفوتنا في هذه الحلقه عندما نقول وحده الساحات وكان عنوان المعركه كذلك ماذا نعني على المستوى الميداني والسياسي والاستراتيجي نعني ان ساحات المقاومه ساحات محور المقاومه هي اليوم ساحات متكافله متضامنه مترابطه لها رؤيه واحده لها استراتيجيه واحده وأن أي حرب جديدة لن تكون لن تقتصر على ساحة واحدة وإنما سوف تكون حرب متعددة الساحات ومتعددة الجبهات هذه ما الحرب الذي يجعلك دكتور متأكد من ذلك؟ هذه الحرب الجديدة المفترضة لا أقول لك ما يجعلني متأكدا شفتك بتسمع. <تصفيق> <تصفيق> هذه الحرب المفترضة في حال حصولها سوف لن تقتصر على جبهة واحدة مثل ما قلت لن يكون اسمها أخذ من حرب الشمال الأولى وليس حرب لبنان الثالثة حسب أدبيات وتعبيرات العدو الإسرائيلي وإنما هي حرب كل الجبهات وكل الجهات حرب الشمال وحرب الجنوب وحرب الشرق وحرب الداخل ومن ومن حيث لا يحتسبون وهذا ما لا طاقة للإسرائيلي به ولا مصلحة للأمريكي به أكيد وهذا ليس كلام حالم وليس كلام إنشاء يعني ما أعده محور لكن المقاومة لكن دكتور, دكتور يوسف ما أعدّه المحور. الساحات على المستوى الفلسطيني. خلينا نحكي يعني نقسم المسألة إلى قسمين. في وحدة الساحات على المستوى الفلسطيني، في وحدة الساحات. على, على مستوى, مستوى المحور. على مستوى الإقليم يعني. على مستوى أنا الحلف. ما أتقصده الآن هو وحدة إيه؟ الساحات على مستوى المحور. وحدة الساحات على المستوى الفلسطيني تم تجريبه عملياً في سيف نعم. القدس. نعم. والآن حتى يعني اعتقال واضح الشيخ واضح بسام السعدي كان الرد من غزة 100% وإقتحام المسجد الأقصى كان الرد من غزة و48 في معركة سيف القدس كان لها دور كبير في اللد وفي الرملة وفي مدن فلسطين وبالتالي وحدة الساحات الفلسطينية جربت لكن وحدة الساحات على مستوى الحلف لا تزال لا يزال كلام نظري لم يجرب حتى الآن أنا أقول أن الحرب المفترضة وهذا أشار له سماحة الأمين العام الغير مأمون أن أي حرب جديدة أي حماقة قد تقدم عليها إسرائيل في موضوع محور المقاومة أن هذه الحرب سوف تبقى مقتصرة على جبهة واحدة أشار في أكثر من مقابلة وفي أكثر من لقاء إلى هذا الأمر وهو ما تدركه إسرائيل تماما لأن ما يعده مشروع المقاومة على مستوى تشابك الساحات وتداخلها هو يدخل في هذا الإطار موضوع تكافل الساحات الفلسطينيه مثل ما تفضلت انت جرب في حرب سيف القدس وفوجئ الاسرائيلي بان الداخل الفلسطيني الذي لطالما عكف على اسرلته اسرلت هؤلاء الشباب ان هؤلاء الشباب كانوا جزء من المجتمع الاسرائيلي الكلي في معركه الدفاع عن الوجود الفلسطيني داخل فلسطين المحتله وفي مقارعه العدو الاسرائيلي. نعم طيب بالمناسبه خلينا اودعنا ننقل للساده المشاهدين الرساله او او جزء من رساله المجاهدين الى السيد نصر الله بعد بعد خطابه الاخير. في رساله المجاهدين يقول المجاهدون لقد اشعل يا سيدنا نداءكم ارواحنا المتوقده عزما وحزما في ايام عاشوراء واجج نفوسنا الابيه المتوثبه دائما فامرنا امر القياده كما عهدتمونا واليد على الزناد نرمي ببصرنا اقصى القوم. نقسم بالله العظيم الذي نصرنا منذ بدر وذات تموز وفي كل ساح وناح اننا جاهزون بكل ما اعددنا لهم من قوه متوثبون على الحدود حدود السياده وخطوط الكرامه برا وبحرا ومن حيث لا يحتسبون. استاذ حسن خريشه في في طول كرم. ترابط الساحات على المستوى الفلسطيني كما ذكر الدكتور جرب ترابط الساحات على المستوى على مستوى حلفاء من المقاومه الفلسطينيه لم يجرب الحلفاء حزب الله واليمن والعراق وسوريا و وايران واكثر من 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 مكان لكن هل تعتقد فعلا استاذ حسن ان وحده الساحات على مستوى الاقليم اصبح امرا واقعا وليس نظريا لان والدليل عليه او الشاره له التهديد الذي اطلقه الامين العام لحزب الله بان اي اغتيال لاي انسان وهذا جاء بعد تهديد قاده الاحتلال باغتيال قاده فلسطينيين والامين العام لحركه الجهاد الاسلامي في في اي مكان كما قال جاء الرد من هنا من بيروت بان اي اغتيال سوف يتم الرد مباشره، الا يثبت ذلك معادله وحده الساحات عمليا وليس نظريا فقط. يعني اولا اسمح لي ان اتحدث قبل أنا أتحدث عن واحد الساحات عن محاولة إيجاد شرخ ما بين الجهاد الإسلامي وحركة حماس. أولا هناك غرفة عمليات مشتركة بقيادة حركة حماس والقسائم. ثانيا الذي يحكم على الأرض فعليا هو حركة حماس وبالتالي عندما الجهاد الإسلامي تأخذ هذا القرار بالدفاع عن غزة وصد هذا العدوان هي تاخذ بقرار مشترك ما بين كل المقاومين الفلسطينيين وعلى راسهم كتائب القسام. ثانيا عندما نتحدث عن وحده الساحات للاسف الشديد انا بقول هناك وحده ساحات فلسطينيه جربت في سيف القدس بالداخل الداخل الفلسطيني 48 وايضا في 67 وايضا بالقدس راينا ذلك بشكل واضح والتحم الفلسطيني بعضه مع الاخر وتوحد كل كل الفلسطينيين كان في الداخل او بالشتات خلف مقاومتهم التي حققت انجازات كبيره في معركه سيف القدس. هذه المره سميت هذه المعركه معركه وحده الساحات وهي بالاساس ايضا وحده مسارات. كان الهدف منها ايصال رساله واضحه انه كتيبه جنين وكتيبه نابلس وهذا الانجاز وهذه البنى العسكريه التي تم انشائها لتعميم الانتفاضه الفلسطينيه ومقاومه الاحتلال في كل الارض الفلسطينيه من نابلس حتى القدس انا بعتقد كم قد تحققت اما عندما أتحدث عن وحده الساحات اقليميا وعربيا والى اخره ما زالت انا بعتقد هذه الامور امور نظريه وافتراضيه حتى اللحظه لم يلمسها الفلسطيني لانه لا. انا بقول يعني كلمه طب مهمه الا يمكن اعتبار استاذ <applause> حسن الا يمكن اعتبار نقل السلاح على رغم صعوبته الى قطاع غزه وللمقاومه من ايران او من سوريا او من حزب الله التدريب تبادل الخبرات غرفه عمليات مشتركه في سيف القدس تم الكشف عنها من قبل حماس وايضا حزب الله مؤخرا، الا يعتبر ايضا هذا يعني معنا. تجاوز هل الاطار هل النظري هل او هل الاطار هل المباشر هل لفكره هل وحده هل الساحات، يعني فكره وحده الساحات بالنسبه النمطيه هي ان اذا اعتدى الاسرائيليون على غزه تفتح جبهه الشمال وصواريخ تاتي من اليمن ومن العراق ومن سوريا ومن آخره هذا الاطار المباشر لكن الا يمكن اعتبار ان الجانب العملي قد يكون اوسع من ذلك له علاقه بالتدريب والتسليح والتمويل وتبادل الخبرات والى اخره بالامس القريب تحدثوا عن غرفه عمليات مشتركه وقالوا انه اي عدوان على سواء كان لبنان او هنا في غزه او في فلسطين يكون بوحده حال انا لا انكر تماما ونفتخر دائما انه لدينا محور اسمه محور المقاومه حلف اصدقاء وحلف اعداء، حلف اصدقائنا وحلفائنا تقف على راسهم ايران وحزب الله وسوريا والجزائر واليمن وكل احرار هذا العالم، هم يقفوا مع مع فلسطين لانها قضيتهم الاولى بيعتبروها، اما قضيه وهناك لا احد ينكر انه الاسلحه وتطوير هذه الاسلحه والصواريخ هي تقنية سواء كان جاءت من سوريا جاءت من إيران جاءت من حزب الله هذا الفلسطيني يعلم تماما ذلك وهنا نقدر نقول أنه يعني خلينا نقول عرب التطبيع أعطونا أموال كثيرة نبني فيها مدارس شوارع إلى آخره وسميت بأسماء أمرائها لكن الذي قدم هذا السلاح ليحافظ على كرامة الفلسطيني هو إيران وسوريا وحزب الله هذا أمر مفروغ منه لكن في الفترة الحالية ارتكاز هذا المحور الذي نحترمه نحن الفلسطينيين جزء أساسي منه ولا نخجل أن نقول ذلك لكن اليوم ارتكاز هذا المحور على الفلسطيني علينا وحدنا يقلقنا يخيفنا لأن حقيقة عندما تصمد كل الساحات والفلسطيني هو الذي يقاوم وحيدا ونطالب من حركة الجهاد أن تحقق انتصار مادي على الاحتلال هذا أمر يعني انا بعتقد لكن هذه قضيتنا يا استاذ حسن. حسن يعني هذه 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 قضيتنا يعني القضيه ان كان ان كان سوريا او ايران او الى اخره نعم هي قضيه يعني آه آه هذه قضيتنا وهي ارضنا المحتله يعني بالتالي الشعب الفلسطيني هو من يقبع تحت الاحتلال وبالتالي طبيعي ان يعني يكون آه هو راس الحرب يعني في 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 في, في في, المقاومه يعني يعتمد على امكانياته اولا نعم ثم م. امكانيات الاخرين من الحلفاء والاصدقاء م. ومحور المقاومه طيب انا هنا بقول كمان ايه. ايه. شيء ثاني عندما نستمع الى سماحه السيد وندرك تماما مدى صدقه ومصداقيته عند الشارع الفلسطيني والشارع العربي والمقاومين بشكل عام وايضا حتى الاسرائيليين ينظروا الى كلماته باعتبارها انه هي طابو عندما يقول اذا تم اغتيال اي فلسطيني في لبنان هو سيتصدى انا بعتقد هذا بالنسبة له يعني التزام هذا هل, أحسن هل, أحسن هل, أحسن هل هذا سوف سوف يوقف دائماً وهو دائما م. يفي بالتزاماته للشرع الفلسطيني هل, هل للشرع إلى أي مدى هذا يوقف سياسة الاغتيالات التي تطلقها إسرائيل أستاذ فراس ياغي في القدس؟ تستمر ولكنها ستختلف من ساحة إلى ساحة هو يعلم أنه سيقوم بهذه الممارسات في الضفة الغربية وسيلاحق المقاومين وهو يترصد لهم باستمرار وفي اللحظه التي تلوح امامه فرصه فسوف يغتنمها فورا ويقوم بالهجوم للتصفيه او للاعتقال في غزه سوف يفكر كثيرا لانه يعلم انه سيكون هناك رد من المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه الا اذا كان يريد عدوانا على غزه كما قام بالعدوان الاخير على القطاع باغتياله للقائد الشهيد تيسير الجابري اما في لبنان فاعتقد انه سيكون حذرا شديدا في هذا الموضوع وانا عندما سمعت خطاب سماحه السيد حسن نصر الله حدد بوضوح وقال لبنان لم يقل سوريا ولم يقل ايران يعني هو تحدث عن الساحه اللبنانيه بالاساس لانه يعلم جيدا انه هو قادر عن الدفاع عن الساحة اللبنانية ويعلم أن الإسرائيلي يهاب تحذيره ويصدقه ويعلم أنه سيرد على ذلك إذا قامت إسرائيل بأي عملية اغتيال في لبنان فهي معنية بأن تجر المنطقة إلى معركة إقليمية كبرى في داخل هذه في 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 هذه المرحلة. ما أنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة. المشكلة دائما في محور المقاومة هي المصطلحات عند الحديث عن وحده الساحات او وحده الجبهات لا يتم التطرق للراي العام الداعم للمقاومه حول تفصيلا لكيفيه هذا المفهوم يعني الانسان العادي يفهم عندما يقول اننا كلنا موحدون انه اذا ضربت غزه ستتدخل لبنان طب تضرب سوريا ولم يكن هناك ردود حول هذه المسألة إذا يجب أن يوضح حلف المقاومة متى من الممكن أن تتدخل كافة الجبهات في مواجهة إسرائيل وهذا يجب أن يشرح للرأي العام المعيد للمقاومة في قناعة في إسرائيل الأخداع. أستاذ فراس في قناعة في إسرائيل بأنه, بأنه هذه الأطراف تحضر لأم المعارك أو المعركة الكبرى أو المعركة الأخيرة في شعور في في قناعه او في تقديرات تتحدث عن ذلك؟ الاسرائيلي في عنفوان كبير والاسرائيلي يتحدث عن القوه ومزيدا من القوه ولا يعتقد ان هناك شيء اسمه ام المعارك ويخاف من على عمقه الداخلي ويريد ان يحصن وضعه الداخلي ويعتبر حزب الله خطر استراتيجي بينما يعتبر ايران خطر وجودي عليه ولا يعتبر قطاع غزة خطر استراتيجي وخطر تكتيكي بالنسبة له لذلك هو يعي جيدا كافة الجبهات الموجودة حوله وكيف يتعامل مع هذه الجبهات المهم كيف يتعامل محور المقاومة مع إسرائيل وكيف يستطيع محور المقاومة أن يشاغل إسرائيل وهل إسرائيل تستطيع أن تتحمل هجوم كامل عليه كاسعا من كافة الجبهات، لا اعتقد ان العمق الاسرائيلي يستطيع ان يتحمل ذلك، ولكن ايضا لدى الاسرائيلي دعنا نكون صريحين قوه نوويه وليس بس قوه تقليديه وعسكريه وبالتالي لديه امكانيه ولديه القدره على الرد. اذا السؤال المهم في محور المقاومه، هل ام المعارك التي يتم التحضير لها قربت او لم تقرب، لان الراي العام بالذات الفلسطيني يرى ان الاعتداء على غزه يستدعي تدخل من حزب الله، ويستدعي تدخل من بقيه قوى المقاومه، لان الفلسطيني يموت في قطاع غزه والبنيه العسكريه والبنيه المدنيه تتهدم والانسان الفلسطيني محاصر من 15 سنه وهذه الحرب الخامسه، لذلك بدا يفقد احيانا الانسان الفلسطيني الثقه في اشعارات محور المقاومة بهذا الخصوص لذلك على هذا المحور أن يوضح للرأي العام المعيد له عن متى ستكون أو متى ستشترك كافة الجبهات في حرب واحدة لأن الحديث الآن مثلا عن الهجوم على الجهاد الإسلامي وكأنه هجوم على ذراع إيراني في داخل قطاع غزة ولذلك حماس تريد أن تميز نفسها بأنها ليست كذرة وطبعا هذه فتنة وهذا ليس صحيح فهذا رد فلسطيني وقرار فلسطيني وكان يجب على الجهات أن يرد على من على المهم جدا استاذ فراس توضيح هذه النقاط في هذه الساعه ويعني كانت فرصه جيده ان نضيء عليها بصراحه وبوضوح. دكتور يوسف نصر الله اريد ان اسمع رايك لكن ايضا في نقطه مهمه عندما حصل التصعيد في غزة تم ربطه أيضا بموضوع الغاز وترسيم الحدود البحرية مع لبنان وأنه طالما التصعيد المعركة قائمة في غزة ف يعني بدأت مؤشرات التصعيد أو مؤشرات الحرب ترتفع في, في في لبنان على خلفية هذا الملف هل هذا صحيح واحد اثنين ربط أيضا التصعيد بالملف النووي الإيراني لأنه تزامن مع وجود وفد إيراني في فيينا وأنه التصعيد في إطار التفاوض أيضا هذا ترف تحليلي ولا في شيء فعلا ممكن حقيقي سواء كان من الجانب الإسرائيلي للضغط أو لتخريب الاتفاق أو من الجانب الإيراني أيضا للضغط وتخريب الاتفاق. خليني أول شيء أحكي بموضوع تهديد سماحة الأمين العام بموضوع الإغتيالات م. وبعدين بدي أعلق على ما م. تفضل به الأخين العزيزين الأخان العزيزان ونرجع بنختم بإختصار أكيد. إيه بس ب... إيه لأنه إيه أي تمام تمام. في في أول وقت شيء. المسائية. نعم. بدي أقول من كم سنة لورا. كان في سعي إسرائيلي جدي إلى الارتقاء بما يسميه هو المعركة بين الحروب ارتقاء جغرافي يجعلها تتجاوز الساحة السورية إلى كل ساحات الاشتباك والمواجهة يعني بالعراق بإيران ولبنان منها وكان في محاولة إسرائيلية إذا مذكر من خلال إرسال المسيرات لاستهداف الضاحية بآب 2019 يعني مثل هالأيام هيدي من ثلاث سنين وراء لتنفيذ عمل امني مجهول البصمه يعني لتكريس هذا الواقع اللي عم نحكي عنه وسماحه الامين العام آنذاك وضع قواعد اشتباك جديده كان لها ان يعني تتكفل بتحقيق امرين الامر الاول اشار له سماحه الامين العام عندما تحدث عن تقييد سلاح الجو الاسرائيلي يعني تخفيض قدرته على التحرك وهي مش حريته بالتحرك الامر الثاني هو اللي بيخدم الجواب هو تمديد المظله مظله الحمايه التي وفرها الردع العسكري للمقاومه نعم. الى المجال الامني م. يعني اصبح المجال الامني مشمولا بالردع العسكري نعم. أمس سماحة الأمين العام أعاد التذكير وتثبيت وتأكيد المعادلة يعني هذه المعادلة الأخيرة ولكن أضاف عليها موضوع إضافة لأكي. جديدة هي أن مفاعيل هذه المعادلة وألزامات هذه المعادلة لم تعد تقتصر على اللبنانيين فحسب وإنما أصبحت تشمل كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية بموضوع محور المقاومة بس دكتور بموضوع محور المقاومة لا شك أن المحور بحاجة إلى وقت هذا الوقت ليس طويلا اكيد لاستكمال ما يسمى البنيه التحتيه المقاومه كما حصل لبنان ردعه الزيتي في وجه اي اعتداء اسرائيلي تحتاج الجبهات الاخرى الى هذا المستوى أم. عشان هيك الوقت هو لمصلحه محور المقاومه وليس لمصلحة إسرائيل دكتور الإسرائيل. يوسف نصر الله رئيس مركز باحث الدراسات الفلسطينيه والاستراتيجيه اشكرك جزيل الشكر على حضورك هنا، استاذ حسن خريشه السياسي الفلسطيني من طول كرم شكرا جزيلا لك، وأستاذ فراس ياغي مختص في الشؤون الاسرائيليه من القدس المحتله ايضا اشكرك جزيل الشكر، مشاهدينا لعبه الامم انتهت، شكرا للمتابعه الى اللقاء.